السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا أبناء الوطن العربي الجميل في كل مكان في العالم في درس جديد من دروس السي بروجرامينج. كلامنا النهاردة مقدمة بسيطة عن الفور لوب ستيتمنت، إزاي نكتبها وإزاي بتشتغل. لو عايز أقرأ من اليوزر زي ما خدنا في الوايل مجموعة قيم كتير، أو عايز أطبع مثلا مجموعة جمل برضو كذا مرة، أو عايز أنفذ كود، يعني بغض النظر الكود ده إيه، عدد محدد من المرات، 10 مرات، 7 مرات، 5 مرات. فمثلا هنا عايز أقرأ 7 قيم، فقلت اليوزر enter 7 integers، فبدل ما أقرأهم واحد واحد أعرف اكس واي وزد وحاجات كتير، أو أعرف مثلا بعدين في حاجة اسمها array نقرأهم في مصفوفة. احنا ممكن نعمل لوب نقرأ في نفس المتغير اللي اسمه اكس كذا مرة. هقول كده for i بتساوي 1، يبقى دي الـ initial value، i أقل من أو يساوي ده عدد المرات المطلوب، و i plus plus ده increment، طبعا لازم أزيد علشان أوصل للسبعة. هينفذ كده أول مرة i equals 1 ويشوف الشرط، إذا أوكي الواحد أقل من 7 ينزل ينفذ، وبعدين يصعد يزود 1 ويدور يكمل. أدي اللوب أهي، دي مرة واحدة بس تنفذ، فيقرأ قيمة يجمعها على الصم، يقرأ قيمة يجمعها على الصم، وهكذا. طبعا الصم في البداية لازم يبدأ بصفر، لو حاصل ضرب يبدأ بواحد لغاية ما يخلص يقرأ 7 قيم ويجمعهم، بعدين يطبع الصم. ولو عايزين نطبع الأفريج الصم على 10 طبعا هيكون فلوت. ده الشكل البسيط للإف ستيتمنت. شكل تاني ممكن يكون بالعكس، هقول كده فور I equals 7 I greater than or equal 1 I minus minus، والكود زي ما هو هنا كده مفيش حاجة اختلفت. بده شكل تاني ان انا اخد اللوب بالعكس من 7 اروح للواحد، بس ما ننساش ان هنا علامة اكبر من وهنا ماينس ماينس. طيب هل في فرق بين الوايل والفور لوب؟ الوايل شكلها كانت كده i بتساوي 1 وايل i less than or equal 7، وادي الكود وادي ال i plus plus. لو دخلت دي هنا طلعت دي فوق صارت 4، فصلتهم كده صارت وايل. الوايل تنفع العدد المحدد، وقلنا تنفع العدد غير المحدد، لكن الفور غالبا تستخدم، الفور غالبا تستخدم مع عدد مرات محدد، اما الوايل غالبا بنستخدمها مع عدد مرات غير المحدد. طبعا تنفع الوايل كده وكده، الفور في الغالب للعدد المحدد، اما الوايل تنفع للاثنين. فالعدد المحدد نستخدم فور، عدد غير محدد في الغالب بنستخدم وايل ما لم ينص على طلب معين في الاختبار، يوز مثلا وايل لوب او يوز فور لوب، ساعتها احنا مجبرين نسمع الكلام.